حب حضرتك والبقاء لله، شد حيلك، ومش بس بنعزيك، احنا بنعزي انفسنا الحقيقه. استاذ جمال، استاذ جمال صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير لكم جميعا، وصباح الخير لكل شعبنا المصري العظيم المساند لفلسطين وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. صباح في يوم 13/10 صباحية أذان الفجر فوجئنا بقصف عنيف جدا طبعا، وكان أقسم بالله في بيتي عبارة عن تسونامي، أنا وإخواني بجوار بعض وجيراني. طبعا خرجنا من البيت بأعجوبة كبيرة جدا، وأصبنا إصابات طفيفة أنا وزوجتي وأحفادي وبناتي وأولادي. وبعد أن أخرجتهم من البيت خارج البيت طبعا رجعت ووجدت أن بيت أهلي، بيت إخواني مدمر بالكامل مساوى بالأرض، وبيت جيراني من عائلة أبو لاشين مساوى بالأرض، وبيت عائلة أبو جبارة مساوى بالأرض. عائلة أبو جبارة 11 شهيد جلهم أطفال، وعائلة أبو لاشين 16 شهيد وجلهم نساء وأطفال. واستشهد أخي نائل وزوجته في هذا الإجرام، واستشهد أخي إياد وبنته الوحيدة. لكن يوميا ضرر فلسطين من أطفال ونساء وشيوخ، حرب إبادة على غزة مبرمجة بمسح وإبادة الشعب الفلسطيني. نحن نرى بأعيننا كيف الركام وكيف أشلاء الأطفال تتطاير في الشوارع وأشلاء النساء تتطاير في الشوارع، كيف الأطفال يحرقون. شايفين وكلنا شاهدين يا استاذ جمال. لن نعادها عبر التاريخ. استاذ جمال ربنا يربط على قلبك. تدمر على اهاليها. سمعنا استاذ جمال؟ ربنا يربط على قلبك ويشد تشد حيلك ويربط على قلبك ويصبر قلوب جميع الاقارب والاهالي اللي يعني اللي شافوا المشهد الصعب اللي انت حكيته دلوقتي.